تعرفون هذا وشو؟ من يقول لي هذا وشو؟ وشو هذا يا سفانة؟ وشو هذا؟ ها؟ وشو هذا يا حمودي؟ ضرس؟ ضرس بس مسوس. شوف نبت به ورد. أول مرة يمر علي ضرس مسوس نبت بورد. بعد شبكت السوسة في السن زهير. الله يعطيك العافية دكتور يزيد. الله يبيض وجهك ويعافيك. دكتور يزيد من أفضل دكاترة أسنان بالأردن. الله يطول عمرك. طبعا كبار وصغار وخاصة الصغار تعاملوا مع الصغار 100%. ايش رأيك بالدكتور يزيد؟ ممتاز؟ ممتاز. وش عندك تضحك أنت؟ خلاص المقطع هذا تقعد هسه على كرسي. وخلي سفانة تضحك. تقريبا قبل 3 سنوات او 4 سنوات وقبله بعد بسنة اللي 5 سنوات. والله إيه؟ خلاص اللي بنركب لك الضرس هذا نسوي له حشوة ونركب لك الضرس هذا. اكبر من وجهك. شوف قربه قربه هنا. والله اكبر من وجهك صدق. اجل ركب الورودي. ورودي ركبت الضرس هذا. ما شاء الله ورودي بعد سفانة كلها عندها موعد الحين. بشوفها الدكتور. لا يا حبيبي ما حجزنا لك موعد. انت بعدين حتى انا بصير معك. دكتور يزيد بضبطك. لكن ما قال شيء. ما قال شيء الدكتور. ما قال شيء الدكتور. علي استغفر الله. دكتور اللي يجيك من الاطفال يمديك تشغله المقطع على اليوتيوب. هسه بنشغلهم على طول. هسه بنحط لهم البدهم. بس الاسم ترى شوي صعب. ايش؟ حموده مشاكس. شلون مشاكس؟ لا انت ما لك مشاكس. انا بس عشان جاي على طبيب الاسنان مش مشاكس. لا ها. ما كنت تدري. والله ما كنت تدري. خلاص وصلك معك لسه. خلاص يصير اجل نركب لك الضرس. ما شاء الله عليك كثير عاقل يا حبيبي. اللهم لك الحمد. بس هسه بنشوف مشاكس على الكرسي ولا لا؟ نبي نشوف شغلك يا حمودي. بنشوف دكتور بس بحياتي كلها. بس الله 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 الله. بتفرش سنانك كل يوم؟ لا. مرة واحدة بالعالم. مرة واحدة بس باليوم ولا بالعالم؟ باليوم 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 يا حمودي باليوم. ما ينصب. خلاص صريح الزلمه. صريح. ها جاهز السفانه. شوف الحين بيشوف ضروس السفانه. الدكتور طبعا كشف عليه اول واليوم عنده موعد بيضبط وضعه الحين. احنا بلشنا بالسنين هذول. ايوه يا برافو. لا تضحكين ضحكه خرعه هذه. يلا احلام. رجع رجع بالكبره الحين. شوف شوف ايش الشكل. وش الشكل؟ اسنان. نبي نشوف حمود وفراج بالسياره. ابي اقطع عليهم الضرس من هنا. نشوف من هو اللي ينشب فمه. ايش رايك؟ سوالت سبر الدكتور؟ حسيتي به؟ شفتي؟ ما حسيتي به. ايش رايك يا حمود؟ يمكن ما تنسانا الحين. ها؟ واحد هنا. واحد هنا؟ انا الحين نامت سني ولا حسيتي بالابره ولا لا؟ قولي افصد. ها؟ كنت حاسه انهم حاطوا لي ابره. طيب توجع ولا ما توجع؟ ابد. هالحين متخدره صح؟ شوفوا ضبطوا سنه. باقي سنه اللي ورا وبيضبطون اسنانه كلهن. كم عندك سن؟ يمكن 5 و6 اسنان. والرودي 4 اسنان. ها؟ عندي 5. 5 والرودي 4. وحمودي كله فمه. بيشيلونه كذا. بيشيلونه مع الدريشه كذا بوز. لا وشلون؟ ها؟ والله ما ادري. والله ما يصير. ثامر ايش رايك؟ والله انا بقول الشغل كله لحموده. لازم ترى مضبطنا مع الدكتور ثامر الله يعطيها العافيه. ثامر الحمايده. يا سلام هذه عيد الدكتور. كل هذه ها؟ ما شاء الله دكتور. طبعا نفر الدكاتره طبعا. لا ما شاء الله تبارك الرحمن ممتاز 100%. عيد عنده فعليا بدك اسبوعين ثلاثه لتحصل. ما شاء الله. لكن ما شاء الله. لانه الدكتور صاحبنا واخونا. ايه. فقلنا له جاي نضيف. الله يعطيكم العافيه. نستبعد كل المواعيد ونحط ابو حمود على راس القائمه. الله يعافيك. الله يعافيك. وتزبط اسنانك على الاطلاله هذه ولا لا؟ يزبط مثل الابتسامه هذه واحسن منها بعد. بعد ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني البرازيلي الاسباني ما شاء الله. ما شاء الله.
يعني اللي يبي العيادة كبار وصغار صراحة دكتور 100% شاطر شاطر شاطر. وجاء دور حمودي هذا يبي له 4 أبر يا دكتور، 4 أبر. أنت بنركب لك فك مثل هذا ابتسامة هذا. خلاص خلاص زين عمر؟ ها والله ما له فرش يسامس 3 مرات باليوم. الله ما يضرب عليه المعجون. والله ما ادري 3 مرات. مسواك 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 نشوف 3 مرات ولا لا؟ افتح شوف. ايوه الله يستر. ترى بيطلعون عليك اوادم. هو يعني هو فرشين 3 مرات بالسنه بس انا بينا بين ما يعني للامانه بالعيد الاضحى بالاعياد والله. هاي واحده 2 3 مين يزود 4 ها كم نقول؟ 3 نسوي عليه انحراج 3 والله ممتاز والله يعني صراحه يعني جيدات والله ممتاز. نقوم نصلي وياك صلاة شكر انه طلعت العيادة. اوكي بعدين عنده سمي كيوت. ايوه هذا كبير عنده سمي كيوت هذا يبي له فر بزردية وكاسر السن هذا. هذا طايح منه على وجهه اول شيء بعد سقيت بمرايه والله اي متحت مرايه. هذا وش هذا؟ سبرينج. واللي رجع لك اياه وكالي اوه الثاني. لا تحدى دكتور الحمودي والله تحدى. رجع لك اياه نفس هذا تتحداني؟ من شو لشو؟ لا من طرف واحد. طب يلا انت راح شو؟ 1000 دولار. انا موافق يعني 5000 دولار. خلاص اعمل هيك. لا لا منسف منسف يا حمودي احسن لك. ولا يابا منسف منسف. غير راي غير راي على طول. عندك انزل فلوس. والله خطير حمودي. هذا السن حطيته. ايش تحدد دكتور؟ والله يا انا بشوف انه سنان هي اللي بدها شغل مش البنات. راكبات على بعضها مش عارف. تكيات وشلونت متخدره. هذا بسوي لك اياه المره الجايه واذا ما رجعت اخو هذا. والله حطيت التحدي براس الدكتور يا حمودي. خلص والله منسف. واليوم الثاني على التوالي للتحدي بين الدكتور وحمودي. بسم الله يلا نشوف عاد وش يصير. بسم الله يلا يلا يلا. الدور الثاني. انا اسف انا بضغطه. يلا اضغطي الدور الثاني. جاهز؟ جاهز. والله ما ادري انا بابا امس قلت لك انا الدور الثاني ما صدقت اني حطيت دور واحد. انا اسف. وقال لك خويك الدور الثاني. انا اسف. خلاص وجينا عند عياده الدكتور يزيد الله يعطيها العافيه لطب الاسنان هالحين. اي نجي هالحين نشوف. السلام عليكم. اليوم نبدا بالتحدي مع حمودي نشوف هالحين وش بيصير مع دكتور. السن مكشوف عندك شايف؟ ايوه هذا وهذا. افتح شوف. ايوه شايف وش الفرش يسوي؟ زين وش الفرش يسوي؟ نسيت الفرشه. يعني انت جاي تسوي سنك وناسي فرش سنانك؟ نسيت. تقول لي تحدي. هذا بدايه التحدي بعد. بدايه التحدي. خلاص ما بطلت اسوي اوف. كنسل التحدي. ما في منسف. قل انت المهزوم. ترى ما في منسف. لا قل انت المهزوم. ترى انت المهزوم ها؟ لا لا يمزح عليك بيجيب ادريل. منين طلع منين دخل؟ جابك صح؟ والله العظيم. بس اسمع يا حمودي. الحين اذا تبي التحدي يبدا مع الدكتور لازم اول شيء نقول بسم الله. بسم الله. وتشيل النظاره لانه اول شيء لازم نغسل عيونك. يلا تبي يبدا الدكتور؟ بس اسمع تقول لي ما ادري ايش ما ضبطت اللون اختلف ما لنا شغل. انت ما فرشت اسمونك. طيب خلاص؟ احنا علينا بس انه تضبط مع الثانيه. تصير مثل وشو؟ اهايا. ايه ايه هذه كلها المعده اللي اشتغلت مع الحمودي. هاي كلها لسموها. طبعا ما صورنا لكم المعدات هذه باليوتيوب لانه احتمال انه خطر على الاطفال. لكن نشوف هنا يا ولد قسم بالله طبق الاصل. حلو. ها وش اللي حلو؟ حلو نفس سنك الثانيه قعدت بها يا حمودي. والله ابشر بالناس. ما هو انا دكتور شوف شوف. ها ايش رايك؟ ولا 1% توقعته. ولا 1%؟ قد تحدي الدكتور ولا؟ اي والله قد التحدي.
شبه ما شوفك شوفك خطير يا ولد يا ولد. شوفوا شوفوا نسنو، شفت نسنو امس؟ شوفوا نسنو ها ايش رايك؟ زي الارنب زي الارنب.